صباح الخير عليكم على كل مشاهدين اكسترا نيوز. انا كابتن مروان الغامري. انا هعلمكم النهارده ازاي احنا نستخدم ايدينا في حاله اللي انا دافع بيها عن نفسي، تمام، لكل الاعمار، صغير كبير، راجل ست بنت، مالهاش اي علاقه، تمام. هي كلها حاجه سهله جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت انا اقدر ادافع بيها عن نفسي كويس. انا دلوقتي قبل اي حاجه انا لازم اقف وقفه استعداد. الوقفه الاستعداد دي سهله جدا، تمام. بعد الوقفه، تمام، مفروض انا قبضه ايديا اهي، انا فاتحها عادي، بقفل صوابع الاربعه وبعد كده صباع الخامس، بعد كده برضو ايدي الشمال بالشكل ده، اخليهم كده. انا عايز اللكمه بتاعتي ما اضربش كده، ما اضربش كده، لا، انا عايز اللكمه بتاعتي اضربها مستقيمه، اذا كان ايد بالشمال او ارجع احط ايدي اليمين بالشكل ده، اسهل ما تتخيلوا، تمام. انا هطبق دلوقتي مع زميلي عادل. دلوقتي انا ماشي في الشارع، الشخص، تمام، مع احترام ليك، حط ايدك هنا، تمام، هو ماسكني من هنا. طيب، تمام. انا دلوقتي انا بقف واقف قافل ايديا، تمام، بستخدم ايدي الشمال، واحد اثنين هنا في الوش، ثلاثة، واجي ارجع تاني، مفيش ادنى مشكله خالص، سهله جدا. تاني بعمل، حط ايدك تاني، ها، واحد اثنين ثلاثة. لما اجي اضرب اللكمه بتاعتي احاول ان انا هنشلها، تعالى علي، احاول ان انا انشل، حط ايدك، احاول انا انشل اللكمه بتاعتي هنا، مش اضرب مثلا هنا ولا اضرب مثلا هنا، لا، انا عايز اضرب هنا، واحد اثنين، ده في حاله اللي انا بدافع بيها عن نفسي، مش اكتر ولا اقل. طيب، تمام. دي طبعا بايده الشمال، لو حد مثلا مسكني باليمين، تمام، نتكلم مثلا، برضو نفس الكلام، بكون قافل قبضه ايديا اليمين شمال يمين. طبعا هو خد دي خلاص، ممكن يكون مثلا عنده قوه شويه، تمام. انا بتكلم مثلا على البنات، يعني انت ما تضربيش ضربه واحده، لا، انت اضربي ضربه ضربتين ثلاثه، عشان انت بنت، برضو انت القوه البدنيه بتاعتك هتكون اضعف منه، تمام. اما من ناحيه الدق، دي نقطه الضعف في الانسان، تمام، تقدري تدافعي بيها عن نفسك، ما تخافيش وانت بتتعاملي، لا، انت بس يعني تكوني اللي انت تقفي وتقفلي قبضه ايديك كويس، حط ايدك، تمام، واضرب، واحد اثنين ثلاثه، يعني على الاقل، على الاقل اللي انا اقدر اعرف امشي بنسبه 50%، او دراعي عرفت ادافع عن نفسي بنسبه 50%، ده اقل حاجه، بعد كده انا امشي بس.